عقوبة. تفاجأت بي أنه أخذ الكيكة وطلع من مكانه. فأنا تفاجأت، أنا هم لقيتها حجة طبعاً. واحدة من البنات اللي أيضاً مراسلنا عمر التقى بها بالصدفة في أحد مغلاتنا في بغداد، وتحدثت له عن قصة، قصة خطبتها لشخص وافق أهلها عليه بالرغم من أنه هي ما مقتنعة به، لكن صار الحفل وصارت الخطوبة وجابوا الكيكة، أخذ الكيكة وطلع. هي أخذتها حجة من باب تقول بخيل، وهو يقول يعني هي كانت مثل اللي عينها فارغة أنه طلبت الكيكة بعد ما أخذها وغادر. لذلك كان هذا السبب واحد من الأسباب ربما إحنا نشوفها غير يعني مقبولة للطلاق أو تافهة للطلاق. انتهزت الفرصة وطلبت الطلاق وصار هذا الطلاق. حتى نشوف تفاصيل أكثر، عمر مراسلنا تواصل بالصدفة طبعا مع هذه السيدة، وأيضا طلبت أنه يخفى وجهها ويغير صوتها. خلونا نشوف. صايره بي الطلاق التافه يعني حقيقه. حضرتك يعني؟ اي نعم. زين نقدر نسمح احنا؟ بس المهم انه ما تطلعني في الوقت. والله ما يطلع، اي شيء ما يطلع. تمام. انا ححكي قصتي، يا ريت حتى كل البنات ينتبهون على هذه القصه، لان انا قصتي شويه صعبه صارت. اول شيء انا تعرفت على شخص حاول يتقدم لي. الشخص ما تعرفت من عنده هواي اشياء او ما عرفت عليه هواي اشياء. هذا الشخص لما اجى تقدم لي، طبعا اهلي راسا وافقوا علي، عده فلوس وما ادري شنو وزنقين ومن هالسوالف هاي، تعرف الاهل يحبوني يسوون مستقبل بنتهم. يعني انت ما تعرفيه؟ لا انا ما اعرفه، يعني حقيقه ما اعرفه حق المعرفه مثل ما يقولون. انا كنت حابه ان اتعرف على الشخص، اتعرف عليه، اقعد وياه، يعني افهم هو شنو هو، يعني ما اقدر اخذ شخص انه انا ما افهم اي شيء عنه. المهم جت فترة وجا طلب يجي، أهلي وافقوا طبعا وكيفوا بي، فما ردت أكسر خاطرهم. أنا من باب إنه أهلي قابلين بس أنا نفسيا ما قابلة بي، ورافضته كنت، يعني ما أريده. بس أنت حكيتي لأهلك إنه أنت رافضته؟ لا ما قدرت أقولهم، لأنه كانت يعني فرحة بوجههم وما ردت أكسر خاطرهم. من باب إنه ما أكسر خاطرهم وافقت على الخطوبة. قلت بعدنا إحنا بالبداية خطوبة، هسه مو مشكلة. المهم اول ما خطبنا بيوم الخطوبه صارت الحفله، تعرفوا جمعنا ناس من عندي وجمعنا ناس من عنده، ودنا نسوي الحفله عادي وكل هدوء. واذا تفاجئت انه جبنا كيكه، يعني هو جابها ويا كيكه حطيناها بدنا نحتفل بالخطوبه، شال الكيكه وطلع. يعني اثناء الخطوبه ورا ما خلصت؟ اثناء الخطوبه تفاجئت بي انه أخذ الكيكة وطلع من مكانه. فأنا تفاجأت، أنا هم لقيتها حجة طبعاً، كيفت إنه سوى هيش تصرف. يعني أنت كنت تريدين حجة عليه؟ صراحة لأن هي الكيكة صراحة ما تسوى، يعني هي ما تسوى، هو شغلة تافهة، لكن أنا بصراحة شفتها مو تافهة، وبنفس الوقت إنه هي فرصة إنه أخلص من عنده. فأنا شفتها حجة، وبنفس الوقت قلت هذا باكر عقبة إذا هو كيكة أخذها وياه، باكر عقبة شو راح يسوي فيها؟ جوز بخيل، جوز يطلع بي فشي، اكو ناس تبين من موقف صغير. يعني انت يعني بهاي الفتره قبل الخطوبه انت ما تعرفتي مثلا على شخصيته وكذا حتى تحكمين عليه راسا؟ للاسف لا، ما صارت لي فرصه اني اعرف هو شنو، فلذلك تفاجأت من تصرفه. فلما اتصلت بي قلت له انت ماخذ الكيكه وياك واني عندي ناس ومعازيم، شلون؟ كان يقول لي ايش اكو بيها عادي، شكو بيها، شنو المشكله؟ فاني تفاجأت من رده، يعني فقلت له هي مجرد كيكة وخذتها، باكر ايش راح اسوي؟ شنو كان تصرفه يعني؟ والله تصرفه جدا عادي، وكأنه ما هو يسوي هذا الشيء دائما يعني. ف هو كان ماخذ الموضوع ببرود، انا طبعا هنا فرحت بعد اكثر، لانه هو مصمم على موقفه وهذا الشيء. هسه انا اذا اسمع هذا مثلا صراحه الموضوع، يعني اول ما راح اقول يعني هي ما تسوى الموضوع، ممكن هاي مشكله وتعدي وتروح، مثل ممكن انه تعرفين طبعه ويعرف طبعك وممكن تتعدل تمشي الامور طبيعي. المشكله انه احنا ما نعرف بعض، لا اعرف طبعه ولا يعرف طبعي، وبنفس الوقت طبعا واجهت لوم من اهلي وقالوا لي ها شنو هاي، ها تفاهات وماكو داعي وما ادري شنو. انا بصراحه صممت على موقفي. انت رايده حجه عليه صراحه؟ نعم اي انا كنت رايده حجه، وهي جت من الله، من اخذ الكيكه وطلع. بصراحه يعني انا كلش كيفت، كنت فرحانه انه سوى هيك موقف سيء وياي حتى افسخ الخطوبه،
وفعلا حققت الشيء اللي اريده، لانه صحيح انا فزخت الخطوبه على مود كيكه، بس هي ما كانت على مود كيكه، وانما انا كنت اصلا رافضته واهلي موافقين بي، كانما هو اختلقتي موضوع، اختلقت الموضوع، اختلقت اعداء اتفه من هاي، حتى كنت اريد انفصل عنه لكن ما صارت. فسبحان الله. شنو قبلها اللي صارت حتى مثلا ما يجي يتقدم لك؟ يعني من كان يتاخر على موعد، او مثلا ما يتصل، او يعني هواي اسباب جوز تافهه مثلا. فانا برايي ما كانت تافهه، كانت حجج حتى اخلص منه. اذا يعني كنتي انت تدورين حجج حتى انه اللي ما تعرفي؟ اي طبعا، لانه احنا بيومنا هذا اذا ما نتعرف على الشخص تمام ونشوف مواقفه ويانا، شوف شلون الشخص هذا يتعامل ويانا، مستحيل انه نقبل به. يعني انا ما اقدر اخذ شخص ما اعرفه واجي اتفاجئ به بالزواج، والزواج عائله واطفال وانت تعرف الباقي. فكان قراري بهذا الوقت كان حكيم بس تافه للبقيه. اتمنى ان المجتمع يحكم على شغلات تافهه، جزئيه اصلا مغزاها كبير.